لكن الناس التانية اللي هي ضميرها ضميرها مادي، انا يعني مشفقة عليكوا على فكرة اكتر من اي حاجة، لان انت بعد ما بتعمل كده ما بتحسش انك فاشل مثلا، ما بتحسش انك متضايق، ما بتحسش انك ما عملتش الحاجة على اكمل وجه. يعني انا مثلا لو عملت تقرير واتفرجت عليه مثلا بعد ما اروح وكده واقول لا لا كان لازم اسالها كذا، لا انا كان انا وانا وانا ليه ما طلعتش السلم للاخر، وانا ليه نزلت الناس تحت ما كنت طلعت لهم فوق، هو انا طب انا عالجت 15 الاسبوع ده، ما انا لو كنت بس عرضت التبرعات الاسبوع اللي فات اكتر شويه كنت ممكن اعالج اكتر. على طول في عمليه جلد ذات جامده جدا، فانا بستغرب جدا الناس اللي هي عادي.